بالشفاء العاجل لرائد فن الملحون الحاج محمد بوزوبع. طريقة سوريالية للفنانة الفوتوغرافية مالكة سقلي في اختيار موضوعات لتصوير. مالكة سقلي تجوب فقط البلدان الواقعة شمال خط العرض 34 وتؤرخ لما تشاهده بالصور. ريبورتاج عصام عسول، تحرير أنس العمراني. هذه الصور الفوتوغرافية هي حصيلة تجربة عبرت بها الفنانة المغربية مليكة سقلي أرجاء مختلفة من العالم وهي تسلك خط العرض 34 درجة. صور نقلت عبرها جمال الطبيعة والحياة اليومية للأشخاص. لقد تابعت رحلتي عبر خط العرض من الشمال إلى الجنوب وأنا ألتقط هذه الصور، فالصور التي أعرضها هنا تتحدث عن الضوء وكذا أوجه التشابه بين المناطق المتواجدة على طول خط العرض. ويستضيف صندوق الإيداع والتدبير معرض الفنانة الفوتوغرافية المزدادة بمدينة الرباط من أب مغربي وأم نمساوية، فنانة وجدت أن مدينتها الرباط جزء من مسيرتها على طول خط العرض. لقد جلبت لنا صورا مثيرة وجذابة فنحن لنا الشرف في اكتشافها، وندعو الجمهور كذلك للحضور لهذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 12 من أبريل، وهي فرصة أيضا لتخليد عيد المرأة عبر هذه الفنانة الموهوبة. مليكة سقلي جابت صورها معارض مختلفة عبر العالم، بريطانيا وأمريكا والنمسا، قبل أن تحط الرحال ببلدها الأم المغرب. نهاية المسائية، بعد قليل لكم موعد مع برنامج مباشرة معكم.